هذا واحد قدامنا غير رأيه طبعا راح يرجع ما قدر يستمر بالمشي احنا راح نستمر نستمر شو تقول تقدر تصعد لو لا تجازف اذا راح ننزل هسه نترجع ناخذ كم صورة نتذكرة ونرجع هسه ترجعنا بالسيارة فوق جبال أراكان هذا أقصى مكان قدرنا نوصله مري بنجازف أكثر لأن العام جازفنا وبقينا نحول على الطريق احنا مكتوب شوفوا هنا صاير طبعا جديد الآن احنا بهالمنطقة صفر ناقص نص درجة راح نمشي نحاول نوصل أبعد مكان معانا شباب من دبي فإن شاء الله نقدر نوصل أبعد مسافة ممكنة راح نصور لكم وياها هذه السيارة هناك وقفنا هذا تشوفوا هناك ورا هذا الجبل جبل أرارات يبين فوق جبال أراكات يلا خلنا نحاول شباب اللي يحجز ويوصلنا في مجال اسبوع 10 ايام نقدر نوصل مسعد يبي الثلوج بعدها ينقطع الطريق راح نستمر احنا اللي يحب يصعد خليه يتفرغ لنا شو رايكم؟ مو بارد الجو؟ على ارتفاع 3200 متر هناك موجودة بحيرة متجمدة قبل اسبوعين متجمدة ما قدرنا بصراحة نوصلها انا شايفه مش لا هسه هذا الطريق بعد انقطع منا الحد الشهر الرابع تقريبا او الخامس نهاية الرابع ممكن تبدأ ذوب الثلوج يفتحون طريق يجيبون شغلات يفتحون الطريق فنصعد شلون الثلوج حلوة؟ النوع مع الثلج؟ ما يقوم هنا صاحب نيتك قال انا اللي اخذ لي غفوة على الثلوج يلا اقوم